السلام عليكم الاخوان ديالي، تبارك الله عليكم. اليوم جينا نكوري دغيلا. بالنسبه للناس اللي كتسقسينا، الناس خدامه ما كدركش تجي نكوري صرا في الازمنه. اليوم جينا الحرارين وجينا عند الغيلان وغنشوفوا الازمنه الحواله بشحال واصلين. ها هو 4500 ابراهيم اخي، يمشي للسوق يقولوا له 5500 6000 درهم، حنا هنايا 4500 ابراهيم. كيطلبوا 7000 كيخلعوا عباد الله، يقولوا لهم 10000 درهم. انا مرضي يا اخي، الطاوله والقلده والتجريده 4500. ها ها هي السلع عندي هنا مبيعه عند الناس، كيخليه هنايا حتى النهار اللي كيصبح العيد ما كيفكر لا في الصاير ديالو لا في الماكله ديالو لا في الشرف ديالو. 3600 هذا. دابا دا يبينوا بينك شحال كيبقى. لا بغيتي الشطاره غنقول لك 450. ديك الساعه مدا معك في التجاره. دابا يا الخاو ما كتدخلوش اسبانيا. ماشي مزيان الحمد لله، بس الخاوه ديال هذيك الغنم ماشي مزيان الخاو. نقول لك الصراحه حظ الله، خصك تربيها صغيره هنايا باش كطلع اللحمه ديالها لذيد. تبارك الله كيبانوا ماشي الحواله، الخير موجود، خصها غير الاسمنه تكون متناول كل شيء وصافي. الخير موجود. خاي عبدو مرحبا بينا عندك. مرحبا للراس والعين اخي ابراهيم، شي حاجه مرحبا بك ان شاء الله يا ربي. هو كيبان تبارك الله الخير موجود، خير موجود ضروري اللي عندكم هنا ان شاء الله. انت وكاين هاد الحوالة اللي عندكم هنا، كاين الصردي كاين السلعه الخنيفره مخلطه هنا تبجعات، ثلاثه الانواع داك السيبه هنا. وريني الملاح اللي عندك. الله يا اخي مرحبا، زيد ها كاين شي حاجه صرديه بحال هيدا اخي ابراهيم. ها انا اخي ابراهيم تبارك الله. هذا مين هذا؟ هذا السلعه الدكاله هذا تبارك الله. ها شي حاجه صرديه مليحه وباقا صغيره هذه يا اخي ابراهيم. شحال الثمن ديالها؟ هذا الثمن كيبقى 5000 درهم، الثمن مناسب هذا 5000 درهم. وهذاك اللي شابر الصديق ديالنا 4000 هي كاين هذيك الخنيفره هذيك يا شي حاجه مليحه عاوتاني تاكد. شفت تبارك الله الخير كيف باش عامل. هذا غيكون هاني هذا غير جوج سنان الشيء سني هذاك اخاي ابراهيم. جوج سنان هذا مليح شي حاجه عاوتاني زياده ابراهيم. هي 4500 ثمن مناسب مضخم. دابا كنشوفوا الحواله كبار، من بعد ديوني شوف الحواله صغار. شي حاجه 2500 3500 والثمن مضخم للدرويش. دابا انتم يعني معروفين هنا يا تبارك الله. الحمد لله اللي بغى شي حاجه مرحبا به، للراس والعين ابراهيم اخي. شي حاجه اي واحد شي حاجه مرحبا به، حنا على دور العام هنايا. شي حاجه نسميه مرحبا به، اي اللي حتى شي حاجه مرحبا به اخي ابراهيم. باقي شي حاجه اخرى بغيتي نوريوك شي حاجه زايده نجبدوها لك. ها هو 4500 ابراهيم اخي، يمشي للسوق يقولوا له 5500 6000 درهم، حنا هنايا 4500 ابراهيم. ها هي السلع عندي هنا مبيعه عند الناس، كيخليه هنايا حتى النهار اللي كيصبح العيد ما كيفكر لا في الصاير ديالو لا في الماكله ديالو لا في الشرف ديالو. شي حاجه مرحبا به يرشم الحاولي ديالو يخليه هنايا حتى النهار اللي غيصبح العيد ويجي يدي الحاولي ديالو. تبارك الله عليكم، يعني من هنايا معامله مضخمه كنتعاملوا مع الناس، والثمن ضخم واخا يدور في السوق كما عجبو ما يشريش المشرى. هذا اللي شابو الاخ ديالنا هذا 4500 سي ابراهيم. هذا الثمن الاخراني هذا اخي ابراهيم. هذا الثمن كيبقى الاخر. وراو لي 4000 5000. شوف هذا كيبقى في السوق 550000 هذا خاو، هذا في الروا 450000. يعني ما كيتزادش عليه الطروسبور، واش فهمتي؟ الطروسبور والسيار والسانك، واش فهمتي؟ كيتقاضى مره. هذا كيبقى الثمن الاخر 450000. بلاصتي السوق كتزاد 50000 هذا. دابا 50000 كتزاد. شوف ما وراو لي تبارك الله الحواله كبار. دابا خصنا نشوفوا ديك الحواله الصغارين نعاود. كاينه كاينه الخير موجود. ها هو فين هو؟ يعني عندكم من بعد شفنا الحواله كبارين، دابا غنمشيو نشوفوا الحواله الصغارين باش نحاولوا ما امكن نوريو جوج ديال الاشكال الحوال. ها السلعه 3500 3000 درهم. وريهم ديك الشيء واش فهمتي؟ باش نهضروا نيشان. هذا 3000 درهم 3500 سيري بحال هذا ياك. عندنا سيري بحال هذا دراوش هانتي 2200 ابراهيم اخي. غادي نشوفوا هاد الحاولي 2100 ساين. السلعه 2100 ساين. جيبو 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 جيبو. الراجل خوتو ما هذه. شبر هيدا ياسين. هذا قال لي 2100 ساين. شوف هذا 120 ابراهيم اخي، كيبقى 230000 هذا. جبد له السلعه صغيره. 220 230 هذا. هذا في السوق كيبيعوه 170000 هذا في السوق.
واش غامزك دابا اللي كيجينا الروا دائما ناقصه 20000 30000 بحال قلت لك قبيلات يعني الصاد ناقصه دائما 30000 20000 40000 ناقصه واش غامز كاين هادو راه 3500 هذا بحال عجل بحال عجل 3500 نايا فكوري في السوق ما نبيعولوش ب 3500 كي تزاد عليا الصاير نبيعولو الضرب نبيعولو ب 4000 درهم واش فهمتي هنايا في كوري 3500 هانت بحال عجيل تبارك الله هذا مزيون الله يرحم والدي شو الزينه باقي فريه خا هذه السلعه البارحة جبتها من مريرتي هذه السلعه تخنيف راه هذه السلعه هذه كامله هذه الخير موجود اخا ابراهيم هانت ها هانت هذا 4000 درهم 4000 درهم هذا حول مليح هانت هانتي لا خايف راه 4000 شو انا هذا عجبني اجي هذا عجبني اجي هذا هذا 3600 دابا دي بيني وبينك شحال كيبقى لا بغيتي الشطارة غنقول لك 450 ديك الساعة مدا معك في التجارة دابا كنقول لك هنايا 3600 الثمن اللي كيجينا الروا كيقولوا الثمن كيبان كيكذب كيجينا عنده كنقول له الثمن شوف كاينه بعض الناس فعلا بحال اللي قال كتصور معاه ومن بعد كيبان لك الاثمنه يا اخر كتغير لا 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 الا جيت بغيتي نبيع ونشري معاك ما فيهش الكذوب هذا الثمن كيهضر على الثمن مزيان باش غنقول لك باش غنبيعو فهمتي الا بغيتي نبيع ونشري معاك غنقول لك 4500 باش ضروري باش خاصك توصل عندي ديك الثمن اللي باغي انا بالحقيقه 3600 الله يجيب التيسير مولح حاجه مليحه 2500 درهم و 3000 درهم كنهضر بمعقول خلينا من هذا وبغى الحوالة عاود الثمن ضخم 2500 درهم ما كاينش 350 نخلعوا عباد الله ضدنا هذوك اللي كيغليو حنا عند غيلان هنا عند عمي عبسلام الغيلاني حنا طالبين معاه العيشة الخاو 2600 2500 2200 باش كنبيعوا العائلة ها 350000 اللي كيقولوا 4000 درهم 350000 والله ما نعاود مع الهضره وكنهضر الواقع اللحمه غليطه السلعه ثنيه عام ونص 370 380 انا العائله الثمن مضخم ما نقولكش انا 500 ولا شي ثمن خلعوا عباد الله وكل شيء عايد ونطلبوا التحيه للجامع والله يعدل من عنده الخوارة حتى حنا كنضروا بزاف بعد هناك لا من الطريق لا من الصاير لا من التمار لا من اي حاجه شي هاد الخدمه هذه راه فيها العاده بالخاو باش كيوجد هاد الحاولي باش كيوصلنا الثمن سمعني اخاي ابراهيم هاد السلعه باش كنجيبوها من هنايا راه كنضربوا فيها العاده كنبقاو شي نغاليو على الدراوس انا ما كنخلعوش الدراوس هاك اخاي ابراهيم هذاك شحال قلتي لي هذاك 350 اخاي ابراهيم كنعدلوا الثمن ديال الدرويش اخاي ابراهيم السلعه بلديه عاود ديال جهاد كرافطات خميس دبني عروس عندي ها هي بلديه تقول لها عمرها سلعه 3500 اللي باغي السلعه بلديه هذه دبلت كرافطات والثمن مضخم الخاوة 3500 كيطلبوا 7000 كيخلعوا عباد الله يقولوا لهم 10000 درهم انا مرضي يا اخي الطاوله والقلده والتجريده زيد العامه زيد 4500 ها ما يقولوش احنا كنتعداو على الدراوشه ولا يدعونا الله بحال فيديو اخر بقاو كيعمروا علينا شي هضر بالحق ديك الشيء ربي اللي كيخلص هو مسانس ناعس في الدار ديالو حنا كنضربوا تمار الخاوة الهرق ديال الماء والعذاب كندوزوا باش كنجيبوا لهم هاد السلعه خصهم شي يضرونا باغي شي حاجه عاوتاني كاليتي شي حاجه دخني في راي هاي اللي كيطلبوا 650 ويضحكوا علينا ديك الناس دخني في راي بورو 4000 درهم ولا غنى على مسكين وكل شيء عايد وعايشه مالك الخاو ما كتدخلوش اسبانيا ماشي مزيان الحمد لله انا بس للخاوه ديال هذيك الغنم ماشي مزيان الخاوه نقول لك الصراحه عبد الله خصك تربيها صغيره هنايا باش كطلع اللحمه ديالها لذيذ بيبه خنيفره وبيبه الشلاح وبيبه اش كيقولوا لهم الناس ديال الاطلس الله يعمر لهم الخيمه ونزيدك وحده العائله ما عندك فين تعمل الحاولي جينا عندي على الراس والعين الحاولي ديالك في الامان والضمان الخاو وتحيه الدراواش وعايشة مالك تبارك الله اخوتي انتم شفتوا الخير موجود تبارك الله والاثمنه قالوا لكم الاثمنه اللي كاينه هنايا الا بغيتوا تجيو عندهم كوري غني عن التعريف كوري دغيلان سلام عليكم تلاقى في الحلقه اللي ماشي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.